بص يا حبي، سلسلة ريدمي نوت هي اكتر سلسلة مشهورة عند شركة شاومي. شاومي اعلنت من فترة بره في الصين وفي الهند عن سلسلة الريدمي نوت 12، واحنا مستنيين الاعلان عن نفس السلسلة دي جلوبال، نسخة اللي بتطلع للعالم كله واكيد بتيجي مصر، واحنا لسه اصلا مش عارفين الموبايل ده هينزل مصر رسمي ولا لا، بس اتوقع ان هو هينزل لان دي سلسلة مهمة جدا عند شاومي. المهم انا وقعت ايدي على نسخة هندي من الريدمي نوت 12 برو 5G، واللي هتيجي بنفس المواصفات بالظبط للنسخة الجلوبال من نفس الموبايل، يعني من الاخر نفس الموبايل اللي هينزل مصر بنسبة 99%. مواصفاته سريعة، معالج دايمنستي 1080، شاشة كبيرة اوليد 120 هرتز، بطارية 5000، شحن 67 واط، وكاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بكسل بمستشعر من سوني وبمثبت بصري. خلينا نتعرف اكتر في الفيديو بتاع النهاردة عن ريدمي نوت 12 برو 5G، وهقول لك رأيي كده في الموبايل ده لان انا جربت اكيد وعارف جدا اداء الـ A52s، في نفس الوقت جربت من فترة بسيطة الريلمي 10 برو بلس، فهقول لك الريدمي جاي يضيف عليهم حاجة ولا مضافش جديد. فدلوقتي تجيب كوباية اي حاجة تشربها، مش عارف بقى ساقعة ولا سخنة، الجو حر الصبح وساعة بالليل، وتعمل اللايك الجميل ويلا بينا نبدأ المراجعة. تصميم الريدمي نوت 12 برو تصميم حلو، وشاومي خلاص اعتمدت التصميم ده السنه دي. لو تاخد بالك هو نفس تصميم البوكو اكس 5 برو بالظبط، وبالمناسبه الموبايل معانا وهنراجعه قريب. المهم تصميم الريدمي بوكسي كده في نفسه، الظهر هنا ازاز والفريم بلاستيك للاسف، وفي فينش مط كده على ظهر الموبايل علشان ما يلمش معاك بصمات، بس للاسف مفيش حمايه على الازاز بتاع ظهر الموبايل. الكلام ده شفناه يا جماعه في الجيل القديم الريدمي نوت 11 برو 5G، يعني شاومي قالت ايه توفر شويه. المهم وزنه معقول قوي 187 جرام، وتخانه كويسه 8 ملي، وزي ما انت شايف الفريم المسطح، خلاص كل الشركات حبت الفريم المسطح ده. المهم بروز الكاميرات كبير نسبيا، بس مش مشكله، الجراب الشفاف اللي جاي في العلبه بيتعامل مع البروز وبيغطيه. موبايل هنا بيدعم حمايه ضد الطرطشه الخفيفه للميه IP53، وكنت احب لو كانت شهاده معتمده افضل، بس احنا متعودين ان سلسله النوت مش مقاومه بشكل كامل للميه. يعني من الاخر لو هنتكلم في شكل تصميم فهي اذواق، لو انت هتقارن مثلا ما بين ريدمي نوت 12 برو والسامسونج A52s والريلمي 10 برو بلس، الموبايلات دي كلها منافسه لبعض، فنقدر نقول ان احسن خامه ظهر في الريدمي واحسن مقاومه ميه في السامسونج شهاده معتمده، ونقدر نقول اخف وزن فيهم بس للاسف كله بلاستيك هو الريلمي. طيب نبص على الشاشه، هنلاقيها 6.67 بوصه اوليد بدقه فول اتش دي بلس بتردد بيوصل ل 120 هرتز، وكمان الشاشه داعمه لاكثر من مليار لون، والمميز فيها انها داعمه لل اتش دي ار بلس والدولبي فيجن مع اقصى سطوع الورق 900 نتس. الشاشه مسطحه تماما، مفيش انحناءات زي ما انت شايف. مش عارف انت ممكن تشوف دي ميزه ولا عيب. انت عندك المنافس الريلمي 10 برو بلس بيجي بشاشه كيرف بس مش بتدعم دولبي فيجن، واقصى سطوع ليها اقل حاجه بسيطه من شاشه الريدمي نوت 12 برو. من الناحيه الثانيه حواف الشاشه، شاومي قللت من العشوائيه حبتين في الموبايل ده، في سيمتريه كده في حواف الشاشه فوق وتحت ويمين وشمال عشان في الاخر الشاشه يكون شكلها حلو. نقدر نقول ان حواف شاومي احسن من حواف السامسونج الـ A52s، بس حواف ريلمي 10 برو بلس افضل. تقدر تعدل في الوان الشاشه براحتك زي ما متعودين من شاومي علشان تاخد احسن تجربه، وحقيقه تجربه الشاشه كويسه جدا، الالوان مشبعه بس مش مشبعه بزياده زي ما بنشوف في شاشات سامسونج، وعموما هي كويسه ومفيش فيها مشاكل، والسطوع كويس جدا تحت الشمس، ويكاد يكون سطوع ريدمي نوت 12 برو احسن من الـ A52s واحسن من الريلمي 10 برو بلس بفرق بسيط. طبقه الحمايه على الشاشه هنا جوريلا الجيل الخامس، والموبايل بيجي في العلبه متركب عليه سكرين. نيجي للاداء، شاومي استخدمت معالج دايمنستي 1080 تكنولوجيا 6 نانو مع ذاكره تخزين من نوع يو اف اس 2.2 مع واجهه شاومي ميو اي 13 المبنيه على اندرويد 12 الموجود على الموبايل هنا، للاسف لسه ما وصلوش ميو اي 14. اداء المعالج المستخدم هنا كويس جدا وقريب جدا من اداء سناب دراجون 778 جي، حقيقي معالج ال 1080 ده اكيد احسن بكتير من سناب دراجون 695 اللي كان موجود في الاصدار الاقدم الريدمي نوت 11 برو 5G، خصوصا في الاداء الرسومي، فكويس ان شاومي سمعت كلام المستخدمين واستخدمت معالج اقوى حبتين. من الناحيه الفعليه واستخدام الموبايل مفيش مشاكل، واجهه شاومي مش اسرع واجهه، وتحس ساعات بجليتشات كده خفيفه قوي بتحصل كل فين وفين، بس مع المعالج ده جليتشات مش ازمه ومش محسوسه خالص. ولكن لو عاوز رايي، انا جربت الريلمي 10 برو بلس بمعالج دايمنسي 920 اللي يا جماعه يعتبر هو الدايمنسي 1080 الموجود في الريدمي نوت 12 برو هنا، وحسيت ان اداء الريلمي كان انعم حاجه
حاجه بسيطه من اداء شاومي بسبب فرق الواجهات بس مش اكتر. ولكن لو هنبص على ريدمي نوت 12 برو لوحده فهو كويس ومفيش فيه مشاكل، وحتى كمان المعالج مع الضغط الشديد مش بيقلل تردداته جامد ومش بيسخن قوي ومش بياكل في البطاريه، فما تقلقش من حته الاداء في ريدمي نوت 12 برو. اما بالنسبه للالعاب فبابجي بتشتغل على اتش دي ار الترا، ولو هتقلل الجرافيك هتلعب على سموث فريم ريت وهتاخد تجربه محترمه. اما بالنسبه للبصمه فهي هنا على زرار باور وادائها سريع بدون مشاكل، ممكن تخليها بلمسه بس لزرار باور او تخلي انك لازم تدوس على زرار باور علشان البصمه تستجيب. والفيس انلوك برضو اداؤه كويس جدا. زي ما قلت لك من شويه الموبايل شغال على ميو اي 13 مش 14، لسه ما وصلوش الابديت، شغال للاسف على اندرويد 12 مش 13. وهنشوف بقى كده شاومي لما تطلع الموبايل ده جلوبال هنطلعه على انهي سوفت وير. الموبايل هنا داعم لمايك اضافي لعزل الدوشه وفي اي ار بلاستر، بس ما لقيتش فيه ان اف سي، مع العلم ان معايا نسخه الهند بس اعتقد ان هو هيبقى فيه ان اف سي في النسخه الجلوبال بتاعته. صوت الموبايل هنا استيريو عالي ومحترم مع درجه بيز كويسه جدا، وعلى فكره في مدخل سماعات 3.5 مللي، الميزه المتشاله من ريلمي 10 برو بلس. سنسور التقارب هنا حسيته سوفت وير مش افضل حاجه. بص هو مش بيعلق قوي بس لا مش ده افضل سنسور، ومعرفش ليه شاومي مستخدمه السنسور القديم بتاعها في الموبايل ده، واعتقد ان ممكن المشكله دي تتحل في الاصدار الجلوبال لان الاداء هنا ما عجبنيش قوي. اما شبكات الاتصال والواي فاي فالاداء كويس جدا ومفيش فيه اي مشاكل. بطاريه الريدمي نوت 12 برو 5000 ملي امبير، وحقيقه اداء البطاريه كويس جدا. عايز اقول لك ان هو احسن حاجه بسيطه من بطاريه ريلمي 10 برو بلس اللي كانت حلوه وبنفس البطاريه 5000 ملي امبير. ريدمي هيكمل 9 ساعات مستريح شاشه مفتوحه، وده رقم كويس جدا على الاختبارات اللي بعملها على الموبايل. وكمان معاك شاحن سريع في العلبه 67 واط بيشحن الموبايل تقريبا في ساعه الا ربع، وده وقت كويس جدا. اما الكاميرات بقى فعايزك تركز معايا كده. الموبايل بيجي بتلات كاميرات في الظهر الاساسيه، 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.9 بمثبت بصري وسنسور سوني اي ام اكس 766، المفروض ده سنسور محترم جدا. والعدسه الثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، والعدسه الاخيره 2 ميجا بكسل ماكرو، والسيلفي 16 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.5. لما نيجي نختبر كاميرا الريدمي نوت 12 برو عشان نشوف هي على وضعها ولا لا، لازم نقارنها بالاي 52 اس من افضل الموبايلات اللي بتصور في الفئه المتوسطه العليا. ولقيت كده ان في مشكله في الاتش دي ار في الريدمي نوت 12 برو، اتوقع ان هي تتحل في تحديث او ممكن تتحل في النسخه الجلوبال اللي هتنزل من الموبايل، علشان هتلاقي الصور اللي في الشمس المباشره قوي سامسونج احسن شويه. بس بصراحه البورتريه ممتاز في الريدمي نوت 12 برو، ويمكن حتى قاصص الشعر احسن شويه من السامسونج، بس هتلاقي صوره سامسونج فيها سنه الوان اكتر. ودي صوره بورتريه تحت الشمس المباشره، هتلاقي صوره ريدمي فاتحه شويه كده، الالوان مش متشبعه زي صوره سامسونج، بس الاثنين هنا العزل ممتاز جدا. دي صوره عاديه مش بورتريه، وهتلاقي مشكله الاتش دي ار برده ظاهره ان الباك جراوند لسعة شويه في صوره ريدمي عن صوره سامسونج. ندخل بقى في اضاءه داخليه، ودي صوره بورتريه عجبتني جدا هنا صوره ريدمي، تفاصيل الوان الصوره مظبوطه جدا من وجهه نظري احسن من الاي 52 اس. ودي صوره عاديه مش بورتريه، وهتلاقي لونه كرسي هنا كان مظبوط اكتر في الريدمي، اللون احمر غامق مش احمر فاتح زي ما سامسونج مطلع الصوره. نشوف بقى التصوير الليلي، هنلاقي هنا ان الاي 52 اس بينور الباك جراوند اكتر شويه من الريدمي، بس ككميه تفاصيل الاثنين قريبين جدا من بعض. نيجي نصور شخص كده ده ليليه، هنلاقي ان ريدمي عنده مشكله برده في الباك جراوند بتاعت الصوره على عكس الاي 52 اس، يعني لا بيحاول ايه يشغل دماغه كده شويه في الباك جراوند ويخليها مظبوطه اكتر. وهتلاقي تفاصيل السامسونج احسن حاجه بسيطه قوي من الريدمي، والكلام ده مش ثابت لان انت ممكن تلاقي صوره زي الصوره اللي انت شايفها قدامك دي، صوره الريدمي عجبتني اكتر من صوره سامسونج. يعني نقدر نقول ان النتيجه النهائيه الاثنين متقاربين جدا من بعض. واحب اعرف رايك برده، شايف انهي كاميرا خلفيه احسن، السامسونج ولا الريدمي؟ اما بالنسبه للسيلفي فحب بس اقول لك ان الاي 52 اس بعد اخر ابديت صور السيلفي مغدره شويه، انما صور الريدمي الى حد ما بتبقى ورم او مسفره شويه، وده واضح في معظم الصور اللي طالعه. كتفاصيل حاسس ان تفاصيل السامسونج واقعيه اكتر من ريدمي اللي تحسها شويه كرتونيه كده، مش حاسسها قوي. يعني رغم ان صور سامسونج مغدره او الوانها مش مظبوطه قوي، بس كتفاصيل صوره او صوره هقدر اعدل فيها الالوان حاجه بسيطه قوي، هتطلع لي شكل صوره في الاخر نهائي احسن حبتين ثلاثه من سيلفي الريدمي. والكلام ده طبعا واضح قوي بالليل، صور النايت في السيلفي مش حلوه في الريدمي، السامسونج احسن. وده كده معناه ان برده لسه شاومي بخلانه كده في ان هي تحط سيلفي كويس في موبايلاتها المتوسطه
العليا. اسيبكم مع تصوير الفيديوهات. دلوقتي انا بصور فيديو على 4K في الريدمي نوت 12 برو 5G وفي السامسونج A52S. هنشوف مع بعض مين اللي بيصور فيديو افضل 4K. طبعا نشوف مين اللي هيثبت الفيديو افضل، مين اللي جايب تفاصيل، مين اللي جايب الوان. عموما كده شكل الفيديو افضل في انهي موبايل في الموبايلين اللي انا بصور بيهم دول. انا شايف شاشة الريدمي نوت 12 برو 5G تحت الشمس احسن حبتين من الـ A52S دي، بس معلومة كده انا حبيت اقولها لكم. بس خلينا كده نشوف مين اللي بيصور فيديو افضل. الـ A52S اللي على وضعه جدا بقاله كتير لسه لحد دلوقتي محافظ على نفسه وبيتقارن بموبايلات جديدة لسه بتنزل، ولا الريدمي نوت 12 برو؟ بالنسبة للاسعار الرسمية فهي ما تحددتش لان الموبايل ده ما طلعش لسه جلوبال وسعره جلوبال ما تعلنش عنه، وبالتالي انا ما اقدرش اقول لك سعره في مصر الرسمي هيكون في رينج كام. بس احب اقول لك ان الموبايل ده بيتباع النسخة الهندي او الصيني في الامارات بسعر 1200 درهم للنسخة ال 256 جيجا و 8 جيجا رام، بيشغل شريحتين اتصال ومش بيشغل كارت ميموري، وده نفس سعر تقريبا الريل 200 برو بلس هناك. وده معناه ان المحلات الموبايلات لو فكرت تجيبه بضمان دولي وتبيعه هنا في مصر هيبقى بنفس سعر الريل 200 برو بلس اللي هو في حدود من 13 ل 14000 جنيه. رايي النهائي الريدمي نوت 12 برو 5G بيجي بظهر زجاجي ضخم مع شاشة سطوعها عالي، في نفس الوقت داعمة لمحتوى الـ HDR، أداء كويس، كاميرا خلفية رئيسية معقولة، السيلفي بس اللي ما عجبنيش، بطارية أداءها كويس جدا، شحن سريع، صوت عالي، سنسور التقارب ما عجبنيش قوي. فهو موبايل من وجهة نظري كويس جدا، بس الفكرة في تسعيره. هل الموبايل ده لو نزل مصر بشكل رسمي هينزل بتسعير مبالغ فيه ولا إيه الكلام؟ طيب بالنسبة للي ضافه جديد للـ A52S والريل 200 برو بلس، أحب أقول لك إن هو لا، هو ما ضافش جديد، هو تحس إن هو إيه جاي كده يتحط وسط إخواته في مقارنات، بس عارف انت مش كسبان في حاجه كده لوحده، يعني هو ظهره ازاز عادي، انما الـ A52S مقاوم للميه، انما الريل 200 برو بلس اشياكم واخفهم. كشاشه بصراحه هو اعلاهم سطوع وداعم لمحتوى الـ HDR ودي حاجه تحسب له، الكلام ده ولا موجود في الـ A52S ولا موجود في الريل 200 برو بلس. كاداء مش فارق كتير، يمكن الريل 200 برو بلس انعم منه شويه، وسامسونج A52S هو اللي بيجي بالمعالج كوالكوم اللي في ناس كتيره لسه بتحب. البطاريه بطاريته احسن شويه من الريل 200 برو بلس ونفس الشاحن بتاعه. الصوت التلات موبايلات صوتهم عالي واستيريو وما فيهمش مشاكل. ده كمان الريدمي نوت 12 برو اضعف سيلفي في التلات موبايلات اللي احنا بنتكلم فيهم. فتحس كده ان الريدمي نوت 12 برو 5G مش جاي يضيف لي حاجه جديده. بعد ما جربت الـ A52S والريل 200 برو بلس مش حاسس بنقله نوعيه وانا بجرب الريدمي نوت 12 برو 5G. فالنقطه دي هي دايما اللي بيحكمها التسعير. هنشوف في الاخر الموبايلات دي هتتسعر في مصر والوطن العربي بكام، ونشوف كده مين اللي يكسب، عشان اكيد اللي سعره اقل هو اللي هيكسب. دلوقتي اكيد انا حابب اشوف رايك، اكتب لي كده كومنت وقول لي كده ايه رايك لو انت قدامك الثلاث موبايلات دول، الريدمي نوت 12 برو 5G، الريل 200 برو بلس، السامسونج جالاكسي A52S اللي هو قدامهم نازل قبلهم بسنه وشويه، هتشتري مين فيهم؟ وتاكد ان انت عملت اللايك الجميل في الاول، اعمل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب وتشوف كده فيديوهاتنا اول باول، فولو لو بتشوفنا على الفيسبوك. اشوفك في حلقه جديده من مراجعات موبيزل. كان معاكم احمد سعيد، سلام.